أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لهم هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أجرا وهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بكم من فهم لا يرجعون وقصي من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلنا الصبي في آذان من السماء كأذر الموت والله مهيت بالكافرين. يقعد البرق يخطف أبصارهم كلما إذا لو مشوا في وإذا أتلهم عليهم قاموا والله شاء الله ونظر بصميم أبصار من الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقهم منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بمن تشابه ولهم فيها أزواج متخردة وفيها خالدون. إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه بما يقتلون ما أمر الله به ويسلم يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم آدم الملائكة فقال أنبئوني بأسمائي قالوا إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئكم بأسمائي فلما أنبئكم بأسمائي قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فضل اللهم الشيطان هنا فاخرج مما كان فيه وقلنا عبد بعضكم لبعض ندعو لكم في الأرض مستقر ومتاعون لكن فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ووفوا بعهدي وفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أرسلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل فتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنصرون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعجلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربي وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تزين نفس عن نفس شيئا ولا يكمل منها اشفاد ولا يقذف من هذا ما يسرون. واذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلكم لعن ربكم عظيم. واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. واذ وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم من جنب بعد وانتم ظالمون. ثم عفوناكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. واذا اتينا موسى الكتاب وفرقنا لعلكم تختارون. واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم
من دبر وتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وذللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ تسقى موسى لقومه فقلنا اذهبوا إلى سوق الهجر فجاءت منه سنادى الشياطين قد علم كل ناس مشوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فضل ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما وصلتم وضربوا على المنزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنساء والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة الله وأنتم الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديه وما خلفه وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا ربك بيجي لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فائض ولا بكرمان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا ربك بيجي لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا ربك بيجي لنا ما هي إن البقرة تشاب علينا وإنا إن شاء الله لمقتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذل تسر الأرض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شتى فيها. قال لعنة جئت بالحق فذبحوها ما كاد يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه بعدها كذلك يخفي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قصر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشرك فيخرج من الماء وإن منها لما يخرج من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فتضمن يقول لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعض من بعض قالوا وتحدثون بما فتح الله عليكم لهاجركم عند ربهم فلا تعقلون. ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. منهم مجنون لا يعلم الكتاب الا امانيه وانهم الا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم من الله عهدا فلن يخلف الله عهدا تقولون ولا الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئه وحاطت به خطيئه فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. والذين من وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس اصبحوا اقيموا الصلاه واعطوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان ويعطوكم الصورة وتقعدوا ومحرم عليكم إخراج ما فتحوا منهم ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء كتاب فتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون على أشد العذاب ما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخففون من العذاب ولم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا ببعضه بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفقلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم فريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل أعلم الله بكفر فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وقالوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم من يكفروا بما أنزل الله بغير أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب من الغضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءك موسى بالبينات ثم اتخذوا من اجل من بعد ما انتم ظالمون. واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا اسمعنا واسينا واشربوا في قلوبكم ولاشرب بكفرهم كل بئس ما يامركم به ما انكم ان كنتم مؤمنين. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم الله عليم بالظالمين. ولتجدنهم احرص الناس الى احياد ومن الذين اشركوا يعدوا أهدهم لو يعمروا الفسنة وما هو بمتخذ من العذاب أن يمر والله بصير بما يعملون. كل من
كل من كان ذبول لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان ذبول لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله ذبول للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات فما يكفر بها إلا الفاسقون. فكلما أحدوا أحدا نبذ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاء رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يكلمون الناس السحر وما أنزل الملائكة ببابل هاروت وماروت وما يكلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعلم منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علم من اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما صبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آياتنا أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تصلوا رسولكم كما صلى موسى من قبل ومن يتبدل الكفار بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردون من بعد منكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله وجه عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك. فقال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا في يختلفون. ومن أسلم من مساجد لن يذكر فيها اسمه وصى في خرابها لكما قال لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فسمى وجه الله إن الله واصي عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا أكد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تعالى أنت. كذلك قال الذين من قبل مثلكم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون. إن أرسلنا بالحق بشيرا ونذيرا ولا تصلون الصبر الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن يتبعت أحواءهم بعد الذي جاءك من مالك من الله من ولي ولا نصير. الذين أعطيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تزني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شهادة ولا يأخذ منها عدلا ولا يصوم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فطمأن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وهدنا لإبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإن تخير بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا بلدنا من ورزق أحلاه من السماء من آمن به هم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فمتيه قليلا ثم أصدروا إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة لك وارنا مناسكنا وتولينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسلا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم تفعلون ما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تحتضوا كل بل ملة إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فسيكفيكم الله وهو السميع العليم. سبحان الله ومن أقسم بالله سبحانه ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أعلم ومن الله ومن أظلم ممن كتم شهادة
شهادتين ده من الله وهو بغافلين عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول الصفا من الناس ما والله من قبلتي من ماضي كون وليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء صراط مستقيم. سيقول الصفا من الناس ما والله من قبلتي من ماضي كون وليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة واسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا رسول لكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب الله قبله وإن كان لقبيلة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليزيد إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فول وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم والله بغافل عما تعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أحواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتحنين ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات يعني ما تكون يعظمكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره ولئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت بيت من فلا جناح عليه أن يتوافى بهما من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليهم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولم ينذرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وقطت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم صراط عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يعملكم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا لله ما لا تعلمون. وإذا أكل المط بما أنزل الله قالوا بل لطت بما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يأكلون شيئا ولا يقتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينيك بما لا يسمع ولا دمان إذا صم بكم من فهم لا يأكلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باغ ولا دين فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائمين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة بعد الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في الكساف حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا للمتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما يسمع للذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ومن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير لهم، ومن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإلا لكم ليلة الصيام رفص إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن واتقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آيات للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الله إلا كل هي مواقيت للناس والهج وليس البر بأن تعطوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وعطوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم إن المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم لاحتفلوا بأسين إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للهدي فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله هذا المسجد الحرام. واتقوا الله فاعلموا أن الله شديد العقاب. الهج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فرستم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الظالمين. ثم أفيضوا من حيث فاز الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وهو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى أسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق
ظلمهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن الله يهدي من يشاء لصراط مستقيم. أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يلا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من قتل الأعداء والنبي يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا من يرتد منكم عن دينه فبما تفعلوا كافر فأولئك بدعة أعمالهم في الدنيا مغرب والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الله فقط ذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير من تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا مؤمنة خير من مشركين ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا واجبكم أولئك يهدون إلى النار والله يهدو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آيات للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أتقاكم وحرصوا لكم فاتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله فاعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم. للذين يخلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يهل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تصريح بإحسان. ولا يهل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف الله يقيم حدود الله فإن خفتم الله يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوه ومن يتعدى حدود الله فأولئكم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف وأسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرعا ولا تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أنكم أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم واتقوا الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرثين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولا الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا أن تراضي منه ما وتشابه فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترزوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله فاعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النصارى أو أقننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزموا
أو تفرزه لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره على المبقي قدرهم قدره بالمعروف حقا للمحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من تعفوا وأقربوا للتقوى ولا تنسبوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا للصلوات والصلاة والصبر الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم رجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للهول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمتلقات متاع بالمعروف حقا للمتقين. كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله ثم موتوا ثم يحاو من الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فإذا يفلح هو ضعفا كثيرا والله يقبضه ويبسطه وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم أسلم من كان يقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فقال لهم نبي من الله قد بعث لكم تعالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يعط ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزادهم بسطة في العلم والجسم والله يعطي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال لهم نبي منا آيات ملكه أن يأتيكم الطابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبلغكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يده فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيدي فشرب منه إلا قليل منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا قالوا لا تأخذ اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أن ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع السابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزمهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه والله مما يشاء ولو هدف الله الناس بعضهم بباسل لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ما اتينا عيسى ابن مريم البينة وايدناه بروح القدس. وما شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن يفعل ما يريد. يا ايها الذين امنوا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي الله بين فلا فيما لا خلتم لا شفاعة ولا والكافرون هم الظالمون. ألا لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. وغايكرها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا عليهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إليك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي هادى إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبئس الذي كفر والله لا يعدل القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية من يخافت له رسي قال أنا يحيي هذا الله بعد موته فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن منذ انظر إلى حمارك فلنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ ضربة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادهن يعطينك صحيحا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله محسن عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون
ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجر من ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قالوا معروف ومغفرة خير من صدقة وهو أذى عذاب الله غني عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا أذى كالذي ينفق ماله رعاء الناس ولا يقبل يا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترك وصل لا يقدر لا شيء مما كسب الله ولا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فعتت وقل هذه عفين فإن لم يصبها وابل فتظن الله بما تعملون بصير أيبد أحدكم أن تكون له جنة من نخل وعنب تجري من تحتها الأنهار من نخل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات ما أصابه الكبر وله ذرة ضعف فأصابها إحسان في نار فاحترقت كذلك بيوت فأصابها إحسان في نار فاحترقت كذلك بيوت الله لكم من آيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر فقرا ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه فضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو أنفقتم من نذر فإن الله يعلم ما للظالمين من أنصار إن تبتوا الصدقة فنعما هي وإن تخفوها فتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله غفور فرانكم سيئاتكم والله بما يعطي حملنا خبير ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلينفقه وما تنفق من الا ابتغاء وجه الله وما تنفق من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين ابصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يصلون ناس الى عفاهم وما تنفقوا من خير فان الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجر من ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك فأصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ورب الصدقة والله لا يحب كل كفار عظيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر من ربي ولا خوف عليهم ولا يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعتزلوها بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة فإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يعب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا ولا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين رجلين فرجل ومرتان مما ارتضون من الشهداء ان تذل احداهما وتذكر احداهما الاخرى ولا يعب الشهداء اذا ما دعوه ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا وكبيرا الى اجله ذلك مقصد عند الله واقوم للشهادة وادنى ان لا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تدينونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتب ألا تطبوها واشهدوا إذا تبع عيادهم لا يصور قادم ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله واعلموا أن واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتقوا الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه حاسم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله فيغفر لمن يشاء ويوصف من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه ومن ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته هو للذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تنزل على الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وبينات وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ولا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون يا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه من إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كتاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية فئتين نلتقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم راعي العين والله يؤيد بنصره وإن يشاء من في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والكناتير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاد. قل أعوذ بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. السابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الذين عند الله الإسلام وما اختلف في الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله شديد سريع الحساب. فإن هاجرك فقل أسلمت وجهي لله ومن ابتغي تبعني. وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين وأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يحملون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى الكتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم وما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء الا ان تتقوا منهم ثم تقواها ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في أنفسكم في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت منه خير مخمزرا وما عملت من سوء تود لو أنه بينها وبينهم أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله لا يخ إن الله اصطفى آدم ونوح وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله لا أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وقفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيد وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك سينا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إلى نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا كذا أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من التين كحياة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يديه وبين يدي من التوراة وليحل لكم من بعض الذي حرم عليكم إذا جئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا الله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله ونشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. مكر الله ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى ابن إني متوفيك ورافقك وإلي ومتأخرك من الذين كفروا وجاهل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم يوم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله للكافرين. إن هذا له القصص الحق وما من داء إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء تحاجبتم فيما لكم به علم فلم تحاجون
فيما ليس لكم به علم والله يعلم ما أنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يذلونهم وما يذلون إلا أنفسهم وما يشكرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل فتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره ولعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبي دينكم فقل إن الهدى هدى الله وإن يعطى أحد من مثل ما أوتيتم أو يهاجركم عند ربكم قل إن الفضل بين بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تعمله بكنتار يؤديه إليك ومنهم من إن تعمله بدينار فلا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الذين الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بهذه واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الدنيا وفي الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينزل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. ولا يعمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويعمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب وعلى أسماءهم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منهم وهو في الآخرة من في من خاسرين. كيف يهدي الله وما قوم من كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك فأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الظالمون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد منهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم فما كان من المشركين. إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. فيه آيات بينات وما بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.
قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله ومن آمن تبغونه عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أنفسكم من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون بي أنتم تتلى عليهم آيات الله وفيكم رسوله ومن يبتسم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تعقلون. ولتكن فتنة منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم فأكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وهم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس وتعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن بالأهل الكتاب لكان خيرا لكم من هم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة وأينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة عليهم المسكنة. وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعل من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بيتانة من دونكم ولا يعلونكم خبالا ودوا ما غنيتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ما قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ويؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم وكيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم بربكم ب3000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مصومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا ويغبطهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم مظلمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض ويغفر لهم ما يشاء
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء من الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ولا ما فعلوا وهم لا يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون من كنتم مؤمنين. وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم كرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وكتابه معجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل ما هو ربيون كثير فما بحونه لما سبقوا في سبيل الله إلا وما أغوفوا وما استطعنوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم من إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ويا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله وما لم ينزل به سلطانا ومعواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم ولا تنازعتم في الأمر وعسيتم من بعد ما راكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم الله ذو الفضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم الكتاب عليكم من بعد ما أبدي الغم وأمنة من نعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد حمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق حق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من أمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال قل لو كنتم في بيوتهم لبرز الذين كتب عليهم الكتاب قتل إلى مزاجهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحصص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم القيامة يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم
لا إله إلا الله تحشرون، فبما رحمة منه الله لنت لهم، ولو كنت فزا غليظ القلب لانفزوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتفكرين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان للنبي ان يقل له من يغلل يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول منهم يتلو من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، وإن الله على كل شيء قدير. ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ويعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناهم. ناقم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين يقالوا لإخوانهم فقدوا لو أتاونا ما قتلوا، قل فادرؤوا أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا الله خوفا عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما جاء ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس من الناس سقط جمعوهم لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم هزا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، وإنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مقيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليهم حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسوله، وإن تؤمنوا وتتقوا واتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما يعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك ما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين يقالوا إن الله عهد إلينا إلا أن نؤمن برسول حتى يعطينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذين كنتم فلم تقتلون تولوهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين يشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا واتقوا فإن الله ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون به. ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بها بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا رب على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم إن أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وبعضكم من بعض. إن هاجروا وخرجوا من ديارهم وغزوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا ليكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار صوابا من عند الله والله عنده حسن الصواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم معهم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل من قبل ينزل إليهم خاشعين لله ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم وإن الله سميع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء مدني. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأعطوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تعقلوا أموالهم في أموال إلى أموالكم أنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم فلا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما كتب لكم من الناس مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيا مريا. ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم وإلى أموالكم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا القسمة قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يعقلون أموال اليتامى ظلما إنما يعقلون في بطونهم
نالا سيس لون خليلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلها الزليونسين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وليبغيه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فليمه الثلث فإن كان له إخوة فليمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم رفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما لكم في ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكن ولد فإن كان لكم ولد فلهن مثل فلهن السمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجلا يورث له كلالة أم امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاكمهن الموت أو يجعل الله لهن في سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعددنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن كنتارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا اسم مبين وكيف تأخذونه قد فأفزى بعضكم إلى بعض فأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرزقكم زعنكم وأخواتكم من الرزات وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من الناس إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن وفاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد ذي الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن تنكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وأحصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي اللعنة
منكم فإن تصبروا خيرا لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب الله ويتوب عليكم والله والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم ويخلق الإنسان زيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم وإن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك لله يسيرا. إن تجتنبوه كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئات وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما ترك مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهن هم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغضوا وعليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويعمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان له بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعف لها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون هم ولا تقولوا ولا جنبا إلا عابري سبيلي سبيلنا حتى تغتسلوا إن كنتم مرضى ولا سفر ولم تجد أو جاهد من أهل الكتاب منكم من الغاية أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن موازيه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا وليا بألسنة وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وعطانا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلت نعم مصدقا لما بين معكم من قبل أن نتمس وجوها فنردها على أدبارها ونعون لعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان الله أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأن يغفر الشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وانظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. ألم تر إلى الذين يؤتون نصيبا ممن الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين
كفروا بهؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يغضون الناس نكيلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم يوم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بالله بجهنم سعيرا إن الذين يكفروا بآيات الله سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين يأمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم جنات ندخلهم ظلا ذليلا إن الله يعمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فأن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في الأرض في شيء فردوه إلى الله والرسول وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير الله خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بها ويريد الشيطان أن يذلهم ذلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ورب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته وسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم فما فعلوه إلا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهدينا إنهم صراط مستقيما من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا وإن منكم لمن يلو لمن لم يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله فليقولن أغلق كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت تراه معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ما هلكم من لا نقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن قيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلا إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عنده عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يقعدون
تفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن يتولى فما أرسلناك إليهم حفيظا. ويقولون تهت فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كانوا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن وأبي الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليهم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا يتكلف تكلف إلا نفسك ورزق المؤمنين. عسى الله أن يكف بعث الذين كفروا بالله أشد بعثا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا هيئتم بتحية فيحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم من في المنافقين فئتين فالله أرخصهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا ومن أسلم الله ومن يسل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله إلا فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وإلا الذين يصلون إلى يوم إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوا أو يقاتلوا فوق قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يحمنوكم ويحمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة ركزوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فتبتغون غرز الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة فكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وقل وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين للقاعدين أجرا عظيما ودرجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ولا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله يجد
في الأرض ملغما كسيدا وصعب ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإن الغافلين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنتم فيهم فأقمتم لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم ما قبل خذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة من أخرى لم يصلوا فليصلوا ما قبل ولا يأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون أسلحتهم وأمتعتهم فميلون عليكم من ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله قال أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما تعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يزرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب بالحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاكل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد زل زلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعن الله الذي وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولو زلنهم ولا ولو منينهم ولا أمرنهم فليبتكن أذان الأنام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله الحق وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله لله وهو محسن
نوح واتبع سبيل ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تغطونهن ما كتب لهن ولا تر لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان أن تقوموا لليتامى بالقسط ولا تفعلوا خيرا من فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا واصلحوا خيرا وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا واتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا بكل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا واتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تفرق يغري الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على كل ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد زل زلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون من عند الله عندهم العزة فإن الله العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها إلا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقون والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم فإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قصالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله إلا لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا الله ألو لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم ولله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا إله إلا الله محمد رسول الله.